السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ مع بعض أول دروس الترم الثاني في الرياضيات، في مادة الرياضيات الجزء الأول عندنا في الجبر. أول درس عندي الضرب المتكرر. أنت عندك فكرة عن الضرب المتكرر من سنة ستة لما كان بيقول لي أي عدد مكتوب بالمنظر ده كده، 2 أس 6، دي اسمها أساس وده اسمه أس، فكنا بننطقها 2 أس 6. يعني ايه 2 أس 6؟ قال لي يعني الاتنين دي مضروبة في نفسها 6 مرات، يعني الاتنين دي مضروبة في نفسها ايه؟ 6 مرات. ده كده اسمه الضرب المتكرر. بدل ما اكرر ان 2 في نفسها مضروبة 6 مرات، بقول 2 أس 6، يعني الاتنين القوة بتاعتها 6، هتتضرب في نفسها 6 مرات. ده كده كان الضرب المتكرر، تمام؟ طيب جه قال لي بقى انت خدت الكلام ده في صاد. صاد دي اللي كانت هي مين؟ صاد دي اللي هي كانت الاعداد الصحيحه، اللي هي من ايه؟ كانت صاد موجب، اتحاد الصفر، اتحاد صاد سالب. الجديد عندي السنه دي ان انا هاخد الضرب المتكرر في نون. في ايه؟ في نون. ايه في نون؟ قال لي يعني بدل ما اديك الاتنين صحيح او 3 صحيح او 10 او 100، لا هديك عدد نسبي، نسبي بسط ومقام. يعني انا مثلا هديك الف على باء مرفوعه الاس، اس نون، تمام؟ اس نون يعني اي عدد بقى، يعني معنى ذلك ان الالف لو عملنا بقى شرط اهو، في الف في الف وتحت باء في باء في باء وفوق هنا الف الى اخر حاجة، وهنا برضك الى ايه؟ الى اخر حاجة، تمام؟ فخلنا بنكتبها بالمنظر ده، نون هنا هيبقى نون مرة، يعني انا عندي ضربتها عدد نون مرة، وهنا برضك نون مرة. معنى ذلك ان الالف ممكن اعملها كده والباء اعملها كده، صح كده ولا لا؟ وزعت القص عليهم لان القص كان عليهم هما الاتنين، تمام؟ ناخدها في شكل اعداد. لو انا جيت قلت لك 2 على 3 الكل اس 3، ها هتقول لي دي هتساوي، سمع حد بيقول اهو، 2 في 2 في 2 3 في 3 في 3، يعني 2 أس 3 على 3 أس 3، يعني 8 على 27. ادي الضرب المتكرر، تمام كده؟ يبقى انا كده خدت 2 على 3 وضربتها في نفسها 2 في 2 في 2 على 3 في 3 في 3، رفعت 2 لأس 3 ورفعت 3 لأس 3، بقت 8 على 27، تمام كده؟ تمام. جه قال لي بقى لو انا اديتك سالب 2 على 5 وقلت لك دي مرفوعه الاس 3، يلا تعالى كده نعمل مع بعض، ها سالب 2 في سالب 2 في سالب 2، 5 في 5 في 5 هتديني ها سالب 2 أس 3، 5 أس 3، يعني سالب 8 على 125. سالب 8 على كام؟ ها على 125. طيب تعالى نعمل حاجة تانية. ايه هي الحاجة التانية؟ لو جيت اديتك سالب 2 على 3 الكل أس 4، ها ثانية اكتب بس الناتج ده عشان يبان تحت هنا، دي هتساوي سالب 8 على 125. طب نكتب بقى، ها لو كتبت بقى سالب 3 على 4 الكل أس 2، يلا هتساوي ايه؟ قال لي هتساوي سالب 3 في سالب 3 على 4 في 4، اللي هي سالب 3 تربيع
هنا اهو وهنا، أربعة تربيع هتساوي، هتساوي إيه؟ قال لي هتساوي 9 على 16. 9 على إيه؟ على 16. تمام كده؟ آه. لاحظ لي بقى حاجة معايا كده، قال لي لو لقيت الأس فردي والعدد بتاعي بالسالب يبقى الناتج هيطلع بالسالب. يعني أنا ممكن أكتب دي كده، سالب 2 على 5 لكل أس 3. طب لو الأس زوجي، قال لي ينفع أشيل السالب بقى خالص لأنه أنا أصلا الأس بتاعي زوجي، هيساوي 3 على 4 أس 2. هيساوي 3 على 4 إيه؟ أس 2. نكتبها في صورة ملحوظة، يبقى أنا هنا هكتبها في صورة ملحوظة. قال لي لو سالب ألف على باء زوجي يبقى أنا عندي هشيل السالب عادي خالص. تعالى نكتبها في صورة أعداد، أدي سالب نص الكل أس 4. هنا أهو ده زوجي، قال لي أه خلاص شيل السالب يبقى نص الكل أس 4 هيساوي 1 على 16. طب بالنسبة لدي سالب نص الكل أس 3، قال لي لا مدام ده فردي يبقى السالب تطلع بره والنص يفضل زي ما هو أس تلت، يعني هتساوي سالب تمن. سالب ايه؟ سالب تمن. دي كده الملحوظة اللي عندنا. تمام كده؟ يجي بقى يديني الأسئلة يقول لي ايه؟ ضع الناتج كل مما يأتي في أبسط صورة. ضع ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة. تعالى ناخد، مديني سالب 4 على 5 لكل أس 4. ها الأربعة زوجي ولا فردي؟ زوجي. خلاص يبقى السالب ملهاش لازمة، يبقى 4 على 5 لكل أس 4. الأربعة لما تتضرب في نفسها 4 مرات بأربعة أس 4 على 5 أس 4 هتديني، أعملها على الآلة هتطلع. طيب لو اداني واحد تاني أوجد في أبسط صورة، مديني سالب 2 على 5 الكل أس 2. اتنين على الخمسة الكل أس إيه؟ سالب الكل أس 2 مضروبة في سالب 5 على 2 الكل أس 2، لا أس 3، في 1 على 5 الكل أس 0. حلها ازاي دي؟ عادي خالص، سالب 2 على 5 الكل أس 2، لقيت الأس زوجي خلاص شيل السالب يبقى 2 على 5 الكل أس 2 مضروبة هنا. الأس فردي أطلع السالب بره، 5 على 2 الكل أس 3، في 5 أس 0، أي حاجة أس 0 بواحد، خلاص الدنيا دي كلها بواحد اللي هو 5 أس 0. 2 على 5 يلا بقى نوزع الايه؟ نوزع الاسس، يبقى دي 2 أس 5 أس 2 في سالب 5 أس 3 على 2 أس 3. فاكرين السنة اللي فاتت في الضرب والقسمة كنا بنعمل ايه في الأسس؟ ها؟ تعالى نشيل دي كده، شيل دي كده خالص، الحمل دي في دي واضرب فوق وتحت، وهنا دي هتبقى سالب. ها؟ أساسات متساوية وقسمة، ما دي مقسومة على دي يبقى اطرح الأسس، وهنا برضك الأساسات متساوية مش متساوية، يبقى الناتج بتاعه يطلع بيساوي سالب. اطرح يلا الأسس بتاعتك، 2 ناقص 3 هتديني ايه؟ ها هتديني تحت 2، وفوق لما اطرح الاسس دي هتديني 5، يبقى الناتج بتاعي سالب 5 على 2. طب يا ميس انا لو عملتها على الاله هتطلع سالب 5 على 2؟ اه يا بابا هتطلع 5 على 2، بس القصه كلها انك تطلع لي الاشاره بره، يا اما تلغيها خالص لو العدد بتاعي
سالب. لو العدد ايه؟ سالب، يبقى الناتج بتاعي سالب 5 على ال 2. نكمل مع بعض. بيقول لي ضع الاعداد النسبيه على صوره الف على باء الكل تربيع او الف على باء الكل اس 3. تعال نشوف كده ال 25 دي كام في كام. 25 دي 5 في 5، والتسعة 3 في 3، يعني ينفع اقول 5 اس 2 و 3 اس 2. يعني ينفع تقول 5 على 3 الكل اس 2. اللي بعديها 2 وربع. 2 وربع دي مش هينفع اعمل فيها حاجة غير مرفع الكسر. 2 في 4 ب 8، 8 و 1 9، يبقى 9 على 4 اللي هي ايه؟ 3 على ال 2 الكل تربيع. 64 من 100 اللي هي 64 على 100 اللي هي 8 في 8 على 10 في 10 هتساوي 8 على 10 الكل أس 2. طب ال 125 5 في 5 في 5 تمام كده؟ على 3 في 3 في 3 اللي هي هتساوي 5 على 3 الكل أس 3، ودي نفس الطريقة هرفع الكسر أضرب وأطلع أجمع. 3 في 8 ب 24 و 3 27 على 8، يعني 3 على ال 2 الكل أس 3. 1 من 1000 اللي هي 1 على 1000 اللي هي 1 في 1 في 1 على ها 10 في 10 في 10 اللي هي 1 على 10 الكل أس 3. يبقى أنا كده حولت له ألف على باء الكل تربيع وألف على باء الكل تكعيب. تمام كده؟ نكمل. مديني مسألة كمان، بيقول لي أوجد حجم المكعب الذي طول حرفه 4 نون على 5 وحدة طول. حد يفكرني كده حجم المكعب بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه. طب هو طول الحرف كام؟ قال لي 4 نون على 5 اضربها في نفسها كم مرة؟ 3 مرات. هيساوي ها 4 في 4 بستاشر، ستاشر في أربعة بأربعة وستين، نون أس نون في نون في نون بنون أس تلاتة على 125 وحدة وحدة مكعبة. وحدة إيه؟ مكعبة. طيب لو جه مثال تاني، قال لي أوجد مساحة سطح المربع الذي طول ضلعه كام؟ ها طول ضلعه 2 س على 7، عايز حجم مساحة سطح مربع طول ضلعه كام؟ 2 س على 7. طب المساحة بتساوي ايه؟ مساحة المربع هتساوي طول الضلع في نفسه. يبقى انا هضرب 4 ولا 2 س في 2 س على 7 في 7، على 7 في ايه؟ في 7، هتساوي 4 س تربيع على 49 وحده مربعه. وحده ايه؟ مربعه. دي كده الدرس الاول عندنا في الضرب المتكرر، وخدنا عليه التطبيقات وخدنا عليه امثله، وان شاء الله نكمل الدرس اللي جاي في الفيديو اللي بعديه. تمام كده؟ بتوفيق سنة أولى.